ونقول ما شاء الله تبارك الرحمن على الجي آر اليارس. طبعا جي آر يعني غازو ريسنج، غازو ريسنج فريق تويوتا الخاص حق السباق. مكينة الجي آر يارس اللي هي 1.6 ثلاثة سلندر تيربو تولد 261 حصان. طبعا الأحصنة ما تهم دامنا وزن السيارة 1280، فيعني هذه تكون خلطة جميلة جدا حق قيادة ممتعة للأمانة. طبعا الجي آر يارس أول ويل درايف، فخذوا توازن وخذوا ثبات في الشارع. نقول بسم الله ونشوف السيارة من الداخل. قبل أن نشوف داخلية السيارة، هذا السقف كامل كاربون فايبر، نقول بسم الله. هذه داخلية اليارس، طبعا غير عادي، سنة 21 كلهم نزلوا غير عادي، بس الجديدة راح تنزل اوتوماتيك حسب كلام يعني بعض الناس انها بتكون حتى دي سي تي، فديول كلاتش ترانزميشن، ولكن ما في شيء يفوت متعة الجير العادي. عندنا سامي باكيت سيتس، يعني يكونون باكيت سيت ولكن كومفورتبل. داخلية من وراء، لما أنا ما حد يقدر يقعد وراء إن شاء الله تبارك الرحمن. الحين ندقها سلف. ترى الموتر كبلاتفورم جيد جدا حق تزويد، يعني في استراليا ركبوا عليها غير سيكونشل ووصلوا هالمكينة اللي هي ثلاثة سلندر 1.6 لتر 700 حصان او قريب 700 حصان. ان شاء الله تبارك الرحمن. انا بالنسبة لي استمتعت جدا سواقة السيارة، كل الشكر حق اخوي جابر دائما مدلعني وصراحة مو مقصر معاي في المواتر اللي يعطيني اياها. عسى الله يبارك له يا رب، والله يعطي خيره ويكفي شره ان شاء الله يا رب.